هذه المرحلة خلق سيطرة، سيطرة في الولايات كاملة، خلق رصد للوباء يومي من خلال الإحصاء الصحي، غير خلق رصد يومي مولي من خلال قسم الأوبئة والجوائح اللي عنده هياكل من خلال اللجنة الوطنية للوقاية من الكورونا وحالا لمواجهة الكورونا، اللي عنده نقاط في كل ولاية وبالتنسيق مع المديريات الجهوية والأطقم الجهوية اللي في كل ولاية حتى المحلية، خالق متابعة لكل الوضعيات، كيفية نقلها، كيفية المتابعة معها، كيفية إشعار الأهل في حالة يؤكد بالبي سي ار وضعيته، يا غير مولي إشعارهم ما هي الإجراءات وكيفية يتابع هذه الوضعية إلى قاية عنه يشفي هذا المريض. وهذه هي قاية الأسماء اللي عندنا، واحدة كيف تاشن قدو حدو من تأثير هذا الوباء، وكيف تاشن قدو نزيدو في عملية الوقاية ذاك اللي ما هو معدي حد العدوى، يا غير مولي انت مو مولي مونين في الجي لوحدة من الساحات اللي نحن فاعلين فيها اللي هي الأراضي المحررة إلى حد الساعة مازالت سليمة ولا فيها أي حالة لله الحمد، وبالتالي مازلنا في مرحلة الوقاية، فمو ولا بد من مجهود متواصل عند الحدود، التعامل والإجراءات اللي يالتا دائما تطبع سير والله المرور والله الحركة، ياك تتم هذه المنطقة سليمة.